اللي دخلوه وسجلوه في مرمى النصر. كرة على طول تاني ولد لعيب خالد جلال بوجه القدم، الحاجات دي بتاعته عادي جدا. مسعود حسن الكروس باص في توقيته في جماله في الرابع. جول بتروبيا، قاطع قاطع وسجل اخيرا اخيرا، يسجل هدف رابع للنصر. الله 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 الله، شوف العرضيه، شوف وجه القدم، بدات من عند خالد جلال، بدات من عند حلال العقد خالد جلال، والعرضيه في توقيتها ممتازه. اجمل حاجه في كره القدم هي الناحيه الجماليه الجماعيه، واحلى حاجه في الكره السرعه، واحلى حاجه في المدافع الايمن او الايسر.